استفاقت اسطنبول هذه الليلة على حادث سير مخيف، وإثر هذا الحادث فقد حياته أمير صراف أغلو بن رجل الأعمال أونال صراف أغلو، وأيضا الشابة هاندا ابنة رجل الأعمال عدنان نزلغاي. وهكذا توفي الشابان أمير هاندا إثر الحادث. فريحة، فريحة شبك لك بنتي، قومي. الله يخليكم ساعدوها، الله يخليكم. فريحة يا ربي شو صار لها؟ فريحة افتح افتح اوه مفتاح، جيب مي لاختك، جيب جيب مي، جيبوا مي. بسم الله الرحمن الرحيم. قولي لي كانت مرضانة شي؟ لا لا لا، لأن يمكن كانت جوعانة يا رضا وما أكلت شي.